مشاهدينا اهلا بيكم في تغطية جديدة ولايف جديد على موقع صدى البلد. غدا 25 سبتمبر بيبدأ اليوم اللي انتظره كتير من المواطنين الراغبين في التقديم لشهر الاسكان الاجتماعي في الاعلان الجديد. بنعرض مع حضراتكم اهم الاوراق المطلوبة في التقديم ومين هم الفئات اللي هتبدأ تقدم من بكرة ومين الفئات الممنوعة اصلا من التقديم واماكن الوحدات السكنية وتفاصيل اكتر في تغطيتنا. غدا 25 سبتمبر اول يوم بيتم فتح باب الحجز فيه لشقق الاسكان الاجتماعي وسكن لكل المصريين وفق ما اعلنته صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على ان تتوافر كراسات الشروط الخاصه بها بمكاتب البريد في مختلف المحافظات. وبيبدا فتح باب الحجز بدايه من الغد الاحد 25 سبتمبر وحتى السبت الاول من اكتوبر لذوي الاحتياجات الخاصه، وبيبدا لجميع المواطنين بدايه من 2 اكتوبر وحتى 27 اكتوبر لنفس العام 2022. أما عن الأوراق المطلوبة لحجز الشقق فهي إحضار استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار المرفق بالكراسة بخط واضح وإحضار إيصال شراء الكراسة وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية. كمان يجب إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وتكون سريع، وإحضار شهادة بتثبت صافي الدخل السنوي أو الشهري للفرد أو الأسرة مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان. كمان إحضار أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية بتفيد بصافي الدخل السنوي أو الشهري للفرد أو الأسرة. طبعاً بالإضافة إلى إحضار شهادة معتمدة من جهة العمل بتتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل الشهري أو السنوي للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال، وإحضار مدة الخدمة بالجهة لا تقل طبعاً عن 6 أشهر للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال والقطاع الخاص. أما بخصوص دفع مقدم فبيبدأ من 10% لوحدات محدود الدخل و 15% لوحدات متوسط الدخل. فبتتراوح أسعار الوحدات المطروحة ضمن الإعلان الجديد بين 194 و310 ألف جنيه، وتتراوح قيمة مقدم جدية الحجز ما بين 15 ألف و22 ألف جنيه. أما بالنسبة لمحدود الدخل، الحد الأقصى للدخل الشهري للأعزب بتكون 6000 جنيه والمتزوج 8000 جنيه، والمتوسط الدخل الحد الأقصى بيكون للأعزب 13000 جنيه والمتزوج 18000 جنيه. كان قد تم رفع سعر بيع الوحدة من 1.7 مليون جنيه بدلا من 1.4 مليون جنيه للوحدات كاملة التشطيب بمساحة تصل إلى 150 متر. طبعا ده لفئة متوسط الدخل، وتمت زيادة الحد الأقصى للفئة المستهلكة للدعم أو المستحقة للدعم النقدي من منخفضي الدخل بحيث يتراوح من 5000 جنيه بحد أدنى وحتى 4500 جنيه صافي شهريا، تصل إلى 6000 جنيه لفئات الدخل الأدنى من 3000 جنيه صافي شهريا، على أن يكتفي بتقديم دعم سعر العائد والدعم غير المباشر لذوي الدخل الشهري أعلى من 4500 جنيه شهريا. أما الفئات اللي لا يمكنها التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي فهو اللي دخله طبعا بتزيد عن 15000 جنيه، أو الأعزب بيزيد عن 6000 جنيه، والمتزوج 8000 جنيه، والحاصل على أي دعم سابق من الجهات التابعة للحكومة سواء الحصول على أرض أو وحدة سكنية أو حتى إسكان تعاوني. كمان الحصل على القروض من البنوك ولم ينتهي من سدادها عند الحصول على قرض التمويل العقاري للوحدة السكنية، فلا يجوز الجمع بين قرضين وده لمسكن أو أنه بالإرث حتى الشرعي، وأن يزيد عمره على 50 عام. يعني برضو من ضمن الشروط اللي لا يجب توفرها أو الناس اللي بيتوفر فيهم الشروط دي مش هينفع يقدمه هم الناس اللي تجاوز عمرهم 50 سنة أو أقل من 21 سنة وقت الإعلان، وأن يكون طبعاً غير مرتبط بالمحافظات المطروح بها الوحدات أو المجاورة ليها بالإقامة أو حتى العمل. أما عن أماكن الطرح الجديدة من شقق الإسكان الاجتماعي فهي وحدات جاهزة للتسليم الفوري في محافظات ومدن الأقصر والقليوبية وبرج العرب الجديدة والفيوم والفيوم الجديدة والبحيرة وكفر الشيخ ومرسى مطروح وأسيوط والمنوفية والإسماعيلية وسوهاج وإخميم الجديدة الشرقية السويس بني سويف الغربية دمياط أسوان الدقهلية شمال سيناء وإنا والمنيا والمنيا الجديدة. بتسلم الوحدات الإسكان خلال 18 شهر بمدن 6 أكتوبر وغرب المطار والعياط دمنهور. في الحقيقة دي كانت كل التفاصيل الخاصة بالمشروع الإسكان الجديد. عرضنا لحضراتكم الأوراق المطلوبة والمواعيد، وكمان قلنا مين الناس اللي تستحق إن هي الدعم من الدولة ومين الناس اللي لا يتوافر أو يتطابق فيها الشروط. بنفكركم كمان إن إحنا كل جديد على رأس الساعة هنقوله لحضراتكم. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.